حضرتك دقائق قليلة، لأنه جالنا خبر أنه جريدة الأهرام قد أوقف طباعتها بعد خلاف ما بين رئيس مجلس الإدارة أحمد النجار وبين رئيس التحرير، يعني في قصة كده وطرف فيها النائب مصطفى بكري وهو معنا على الهاتف. سيادة النائب مصطفى بكري، مساء الخير يا أستاذ مصطفى. مساء الخير استاذ لميس، تحياتي ليكي ولضيوفك الكرام. يعني احكي لنا ايه القصه، هل بالفعل تم ايقاف طباعه الاهرام، ولماذا طالبت بالقبض على رئيس مجلس اداره الاهرام احمد النجار؟ يعني بالفعل اتصل بي الاستاذ محمد عبد الهادي رئيس تحرير صحيفه الاهرام، وكان غاضبا للغايه وقال انه يعني الان كان بعد الساعه 9 مساء أن رئيس مجلس إدارة الأهرام يقف حائلا دون طباعة صحيفة الأهرام، بزعم أن هناك كاتب عمود يومي الأستاذ أحمد عبد التواب قد أشار إليه ولو من بعيد بكلمات افتهم منها أنها تقصده، ولأنه طبعا يعتبر نفسه واحد من الآلهة الصغار اضطر أن يصدر قرارا بمنع طباعة صحيفة الأهرام، وهدد كل من يطبع الصحيفة بالفصل فورا، ونزل بنفسه إلى المطابع وأصدر هذا القرار. طبعا السيد محمد عبد الهادي يستنجد بالجميع بعظمة. طب والسيد محمد عبد الهادي كرئيس تحرير لا يملك صلاحية طباعة الجريدة دي الأهرام؟ نعم لا يملك، لأن رئيس مجلس إدارة هو صاحب القرار في الطباعة وأصدر تعليماته بمنع الطباعة. والحقيقة أن هذا الشخص الآن يعني يعطل مؤسسة قومية ويهدد سمعة مؤسسة صحفية هي الأولى في الشرق الأوسط، ويمنع طباعتها مما يتسبب في خسائر مالية كبيرة. لهذا بمقتضى قانون الطوارئ أنا أطالب بالقبض عليه والتحقيق معه فورا، لأن هذه يعني جريمة كبرى في حق الدولة وليس فقط في حق مؤسسة الأهرام. طب يعني هو ايه مضمون؟ يعني انا فاكر يعني ده احنا كده ما بنتكلمش على خلاف سياسي، انا فاكر ان اول تطبيق لقانون الطوارئ مثلا انه في حد كاتب مهاجما مثلا القوات المسلحة او مهاجما، ده طلع موضوع شخصي يعني. استاذ لميس لما حد يعطل مرفق عام تسميه ايه؟ لما حد يعطل طباعة صحيح تسميه ايه؟ خلاف الرأي؟ لا يعني انا قصدي من اجل مقال شخصي، مش مقال سياسي حتى. طبعا يعني ده يوريكي الى اي مدى ومستوى هؤلاء الذين يحدثوننا عن الحرية وهم منها براء من الاساس، الحرية منهم براء. عندما تعطل مؤسسة صحفية الى هذه الدرجة في دولة يفترض ان يحكمها القانون، هل يمكن اللجوء بهذا الشكل؟ يعني تصور ان هذه المؤسسة عزبة خاصة لي لا يعير اسم المؤسسة اهتماما، ولا الخسائر المادية. الآن خسائر مادية على الأهرام. طب الأهرام دلوقتي موقوفة طباعته ولا طبع؟ لا لم يطبع، ولسه شايف مدير تحرير الأهرام أيضا يستنجد الزميل عزت إبراهيم. ازاي يعني الأهرام؟ طب المقال ده فيه ايه يا أستاذ مصطفى؟ فيه ايه المقال ده؟ ولا حاجة، بيتكلم عن الذين يعني يضرون سمعة الأهرام فقط، ولا فيه شيء حسب ما سمعت من زملائي. طب خليك معايا يا استاذ، سياده النائب، انا معايا الاستاذ ضياء رشوان، يعني رئيس مركز اهرام الدراسات السياسيه والاستراتيجيه. ازاي قبل كده ضياء رشوان ده تعرض لانه عزله بلا سبب وبلا مبرر؟ واحد بحجم الاستاذ ضياء رشوان عزله احمد النجار لمجرد خلاف في الراي، وقس على ذلك. ايه الوضع يا ضياء؟ الحقيقه مساء الخير يا استاذ مصطفى. الحقيقه انا فوجئت انا والدكتور عماد واحنا يعني الاثنين من ابناء الاهرام مركز دراسات سياسيه بالتحديد، فوجئنا بهذا الخبر. انا لم اصدق لما سمعت بعض التفاصيل، لانه جريده الاهرام هي مش مجرد اصدار صحفي، هي كمان مترتب عليها زي ما اشار الاستاذ مصطفى حضرتك يعني رئيس التحرير وتعلمي هذا، في التزامات كثيرة جدا طبعا تجاه اخرين، تجاه اعلانات يا جماعة، تجاه حتى معزيين، يعني هناك التزامات. يعني ايه الاهرام ما يتطبعش؟ لا يمكن انه الاهرام يفرط فيها الا اذا كان في حدث جلل. الحدث الجلل انا يعني في هذه المؤسسة من عام 81، يعني 36 سنة في الاهرام، لا اتذكر مثل هذه الواقعة ابدا على كل التطورات الكبرى اللي شافتها مصر في هذه الفترة، وبالتالي لا في حروب اوقفت الاهرام سواء في الخليج او في الغرب، ولا في اغتيالات لمسؤولين كبار
اوقفت الاهرام ولا في اي حدث من اي نوع اوقف الاهرام. وبالتالي لما اسمع الخبر انا والدكتور عمر قعدنا نسال طب وايه اللي حصل، يعني ايه الحدث الضخم الذي يؤدي الى اتخاذ المقال فيه ايه، يعني ان رئيس مجلس اداره يعني مقال يهدد السلم والامن العام مثلا او لكن كده؟ لكن الحقيقه يعني الـ 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 هذا الموقف طبعا احنا عشان نتكلم برضه من ناحيه القانونيه. الخط قطع يا استاذ مصطفى معانا ولا قطع الخط يا جماعه؟ طب يرجع لنا تاني لو سمحت.